بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله ميعادنا مع لايف جديد بتاريخ 4 يناير 4/1/2019 عن تنظيم الوقت وإزاي تخطط أو تنظم وقتك ما بين الحاجات المختلفة، سواء المذاكرة سواء الشغل سواء الحاجات دي كلها. فنصبر كده بس نص دقيقة ولا حاجة، وبعد كده الناس تبتدي تخش ونبتدي اللايف إن شاء الله. يعني بس إيه نص دقيقة كده ولا حاجة الناس تخش وننام. طيب احنا كده كده بنسجل اللايف في الاوش، يعني احنا كده كده بنخلي اللايف متسجل، ف مش دي مشكلة. يعني احنا بس هنبتدي اللايف على طول ان شاء الله. طيب النهاردة ان شاء الله هيشاركني في اللايف الظريف اللطيف، هيبقى معايا استاذ محمد يوسف صديقنا اللي احنا كان شاركني قبل كده في كذا لايف، ان شاء الله هيخش معايا في اللايف النهارده. فخلينا ندخله بس مبدئيا. استاذ محمد يوسف مش عارف ليه الكونكشن عنده مش شغاله، مش ظاهر عندي الاد. استاذ محمد يوسف لو سامعني انت مش باين عندك الاد، فانا مش عارف ادخلك معايا في اللايف زي ما احنا اتفقنا. فيعني فلو استاذ محمد يوسف ما عرفناش ندخله معانا هنطلع احنا سولو وخلاص. طيب نبتدي. بسم الله الرحمن الرحيم. زي ما احنا اتفقنا النهارده الكلام هيبقى على تنظيم الوقت. تنظيم الوقت مبدئيا مرتبط بأهداف حضرتك. يعني تنظيم الوقت وحضرتك عندك شغل ومذاكرة وأسرة وأطفال، غير لما يكون عندك ما عندكش أسرة، أو أكيد عندك أسرة بس مثلا مش متجوز أو ما عندكش عيال أو ما عندكش مسؤوليات. فتنظيم الوقت بيختلف ما بين شخص للتاني. فلو حضرتك فاكر إن هتشوف الحل السحري اللي بيرضي جميع الأطراف وهتاخد كبسولة كده، سواء بقى كنت متجوز مش متجوز، عندك عيال ما عندكش عيال، سنجل ماريد، كل الكلام ده صعبه. كل واحد عنده ظروفه اللي على اساسها بينظم وقته. فانا الكلام النهارده هيبقى ميلي على كونسبتس، على حاجات معينه تاخدها في اعتبارك وحضرتك بتنظم وقتك. طيب مبدئيا تنظيم الوقت، انت عندك شغل كارير وعندك أسرة وعندك مذاكرة. إن المذاكرة ما بتخلصش، المذاكرة أو القراءة، خلينا نقول المذاكرة والثقافة العامة، تمام، أو الهوايات. إزاي تنظم وقتك ما بين العناصر المختلفة دي كلها؟ أول خطوة في الخطوات دي إن حضرتك لازم تقتنع إن كل حاجة ليها وقتها. يعني الناس اللي بتبعت لي دلوقتي بتكتب إن انا عندي دوام في السعوديه من 7 الصبح ل7 بالليل، ومش شغال وشغال 24 ساعه وشغال 13 14 ساعه في اليوم والكلام ده. مبدئيا الموضوع ده ما ينفعش حضرتك تعتبره حاجه طبيعيه او حاجه تتاقلم معاها وتعيش معاها حياتك. ليه؟ إن لو حضرتك بتضيع 13 14 ساعة في اليوم في الشغل فقط، وأنا بقول بتضيع، وأنا عارف إن ممكن ناس تتضايق من كلمة بتضيع. إن 13 14 ساعة في اليوم شغل ده كتير، وده هيأثر على الحاجات التانية اللي هي إيه؟ اللي هي الأسرة، الهوايات الشخصية، المذاكرة،
ما انت في الاخر اليوم 24 ساعة، مش هنلاقي مكان او مش هنلاقي وقت زيادة نعمل له اكستنشن عشان تفت جواه ال 13 ساعة شغل. فالموضوع يبتدي من الاول ان حضرتك لازم تنظم وقتك في شغلك، تبقى مواعيد شغلك آدمية طبيعية، اللي احنا بنتكلم في 8 ساعات 9 ساعات بالبريك لو انت بتاخد لانش اور. بس الطبيعي ان الواحد بيشتغل في اليوم 8 ساعات. طيب هتنظمها ازاي؟ شغلك الطبيعي انه 8 ساعات، بس طبيعي ان في عندك سيزون، عندك تقفيل شغل، عندك ديدلاين. مفيش مشكله ان في الديدلاين او في تقفيله الميزانيه او في تقفيله الشهر تزود عدد ساعات الشغل الطبيعي اللي احنا كلنا بنعمله، بس يبقى ده الطبيعي بتاع كل يوم. انت لازم تحط خط، لازم تتكلم مع مديرك او تتكلم مع شركتك ان طبيعي ان انت عندك حاجات اخرى اسريه طبيعيه نفسيه اي حاجه كرويه بشريه، فطبيعي ان انت هتخلي شغلك 8 ساعات. ازاي تعملها؟ في ايدك الموضوع. لو انت ما عندكش القدره وما عندكش الجرأه ان انت تطلب حقك الطبيعي ان انت تشتغل شغل آدمي 8 ساعات في اليوم، تبقى مشكلتك شخصية، ولا مشكلتي ولا مشكلة صحابك ولا مشكلة مراتك وعيالك، لا مشكلتك انت الشخصية ان انت مش عارف تطلب حقك الطبيعي ان انت تشتغل شغل طبيعي اللي هو ايه؟ اوقات العمل الطبيعية. طيب اوقات العمل الطبيعية دي لما هتطلبها هتعمل ايه بره اوقات العمل الطبيعيه؟ احنا زي ما اتفقنا ان انت عندك 8 ساعات شغل. لو حضرتك بتروح بمواصلات ومش بتسوق، يعني بتاخد اتوبيس، بتاخد قطر، بتاخد توك توك، بتاخد اي حاجه، الوقت اللي حضرتك بتروح فيه وبتيجي فيه ده لازم يستغل. لازم، ما ينفعش كل يوم تضيع من حياتك نص ساعة رايح ونص ساعة جاي، أو ساعة رايح ساعة جاي وانت بتتأمل في الشارع، بتتأمل في العربيات، بتشوف نمر العربيات مكتوب عليها ايه. ما ينفعش النص ساعة اللي حضرتك بتروح فيها وبترجع فيها لازم تستغلها. تستغلها في ايه؟ انا رأيي الشخصي مش كل يوم نفس الحاجة، قسمها. يعني يوم هتكلم على اللي بيسوق، حاضر هتكلم على اللي بيسوق. يعني يوم ممكن تمسك كتاب وتقرا في السي اي اي او السي ام اي او السي بي اي لو انت بتذاكر. يوم تاني انت بتحب تقرا مثلا في التاريخ، بتحب تقرا في الجغرافيا، بتحب تقرا احمد خالد توفيق، اقرا تاني يوم. تالت يوم ارجع ذاكر تاني السي ام اي بتاعتك او الهندسه بتاعتك او الطب بتاعك او اي مجال انت او الاي تي. يبقى النص ساعه او الساعه اللي رايحه واللي راجعه لازم كل يوم تستغلها. تعمل في اول الاسبوع جدول، الجدول ده على مدار الاسبوع. النهارده في المشروع، احنا بنسميه مشروع في مصر بيسموه ميكروباص، تمام، او الاتوبيس او سموه زي ما تسموه، النهارده هذاكر، بكره هقرا روايه يوتوبيا بتاعت احمد خالد توفيق، اقروها حلو قوي، تمام، بعد بكره هرجع تاني ذاكر، بعد بكره او اللي بعديه اقرا حاجه تانية، اقرا حاجه في تاريخ، اقرا حاجه دينيه، اللي يعمل الحاجات دي كلها. طيب ده للناس اللي مش بتسوق. الناس اللي بتسوق ساعة رايح وبتسوق ساعة راجع. في ناس بتقول انا يعني اكيد مش هعرف اقرا وانا سايق، ومش هعرف اشوف فيديوهات، تعمل ايه حضرتك؟ في اختراع ظريف اسمه كتب صوتية.
الكتب الصوتية دي كتير جدا، في منها بالانجليزي وفي منها بالعربي. في ابلكيشنز كتب صوتية بالانجليزي زي اوديبل اللي هو تبع امازون، اسمه اوديبل، وفي حاجات عربي زي كتاب اقرأ لي، سوري، زي ابلكيشن اقرأ لي او ابلكيشن كتاب صوتي، تمام؟ في كذا حاجة يعني، ده اللي فاكره. استاذ محمد يوسف الزميل اللي المفروض يخش معايا في اللايف، انا بحاول اخش معاك وبرضو انت عندك مشكلة، الزرار الاد مش موجود، معرفش ليه، تمام؟ فللاسف مش عارف اعمل ايه يا محمد، ف مش عارف، تمام؟ فغالبا هكمل سولو. طيب، كل يوم او تقسم، تاخد كتاب وانت رايح وانت راجع تبتدي تسمعه، وتحاول تحط لنفسك تارجت انك تخلص الكتاب ده فترة معينة. يعني مثلا الظريف في الموضوع ان الكتاب بيبقى انت عارف ان الكتاب سي مثلا 20 ساعة، هو بيقول لك الكتاب ده سي مثلا اي كتاب ميكي يا سيدي، مجلدات ميكي، تمام؟ انت عارف ان الكتاب ده 20 ساعة، وانت عارف ان انت بتروح ساعة وبترجع ساعة، يبقى انت بتقضي في اليوم كام ساعة في المواصلات؟ ساعتين، والكتاب كام ساعة؟ 20 ساعة. يبقى انت تحط لنفسك تارجت ان في 10 ايام عمل اللي هم اسبوعين، 5 ايام وخمس ايام، في 10 ايام عمل اللي هم اسبوعين الكتاب ده هيبقى خلصان. الكتاب ده اللي هو عبارة عن ايه؟ مش لازم محاسبة، يعني انا عارف ان اغلب المشاهدين والمتفرجين اغلبهم من معشر ايه؟ عالم المحاسبة، تمام؟ حيث ان انا يعني بطلع الفيديوهات للمحاسبة، بس مش لازم محاسبة يا سيدي، خلي عندك ثقافة عامة. يعني عايز اقول لك استغلال الوقت الضايع بتاع السواقة رايح جاي في الثقافة العامة على مدار، يعني شوف بقى انت مثلا في الشهر ممكن تخلص كام كتاب، او في السنة ممكن تخلص كام كتاب، وشوف انت بقالك كام سنة بتسوق. الناس مثلا اللي بقالها 10 سنين في الشغل، 10 سنين كل يوم رايح جاي بيسوق، خلصت كام كتاب؟ انت المفروض تقول خلصت كام مجلد. انت رايح جاي ساعة رايح ساعة راجع، بقالك 10 سنين بتسوق، طب واستغلال الوقت عملت ايه في الوقت ده؟ في البلالة، تأمل في اشارات المرور، تأمل في شكل العربيات. لا، في واحد ممكن يشتكي يقول اصل انا ما بعرفش اسمع. هي الموضوع تعود. يعني عايز اقول لك على حاجه، لما تحط كتاب صوتي في الباك جراوند وانت سايق، ممكن ما تركزش فيه. ممكن ما تركزش فيه، هيفوتك قد ايه منه؟ 30% منه هيفوتك، يعني مش هتركز 30%، هتركز 70% خير وبركه. يعني هو انت وانت بتقرا بتركز في كل حاجه؟ لا، طبيعي ان في حاجات بتهرب منك، وانت بتقرا ساعات بتسرح فتقول ايه ده، هو الصفحه دي انا عديت عليها؟ طبيعي. فحتى لو انت مش من النوع اللي بيركز، حتى لو انت مش من النوع اللي بيركز وهو بيسوق وانه يسمع كتاب، جرب. اول مره مش هتظبط معاك، تاني مره هتظبط شويه، تالت مره هتلقط 50% و50% هيروحوا. يا سيدي 50% الاستفاده ابرك مليون مره من انك تقعد ايه تنبهر باشارات المرور والبيئه المحيطه، تمام؟ طيب، في ناس بتسالني ايه الكتب؟ والله يا جماعه، يعني اي حاجه هتقراها او هتسمعها هتبقى مفيده، تمام؟ انت نفسك هتلاقي نفسك، يعني اصل الواحد بيزهق. يعني انا مثلا لو قلت لك انا هسمع كتب تاريخ على مدار 5 سنين اكيد هتخنق، تمام؟ فممكن تبتدي مثلا، انت زي مثلا بتحب التاريخ مثلا، فممكن تبتدي بكتاب تاريخ، او ممكن لو انت بتحب السياسه تبتدي بكتاب سياسي، لو انت بتحب الروايات ابتدي بروايه واحدة واحدة. هتلاقي نفسك خلصت رواية، هتيجي تخش في رواية تانية هتزهق، فهتقول لا، طب ما انا ممكن اسمع كتاب سياسي، او ممكن اسمع كتاب اجتماعي، او كتاب ثقافي، او كتاب ديني، تمام؟ فممكن كل الحاجات دي
تبتدي واحده واحده، وانت واحده واحده هتلاقي نفسك بدل خلصت كتاب بتخش في التاني واللي بعديه واللي بعديه واللي بعديه. طيب ده بالنسبه للناس اللي رايحه شغل واللي راجعه من الشغل. حضرتك بتبتدي شغلك الساعه 8 او بتبتدي 9، زي ما قلت في الاول الطبيعي ان انت بتشتغل 8 ساعات وتروح. الشكاوى المتكرره، اصل الشغل مش 8 ساعات، اصل الشغل مش 10 ساعات، الشغل 10 ساعات مش 8، اصل الشغل 12 ساعه. حضرتك لو اقنعت مديرك او حضرتك لو اقنعت الناس اللي معاك اللي ان اللي بيتعامل في 10 ساعات شغل او 11 ساعه شغل يتعامل في 8 ساعات الطبيعيه، محدش مجنون هيقول لك لا لازم تقعد ال 10 ساعات. يعني انا مثلا زي مثلا انت زي مثلا احنا شغالين مع بعض وانا اعطيك تاسك معينه، التاسك دي مثلا تخلص في يوم وانت خلصتها في اليوم واليوم خلص، الطبيعي هيحصل ايه؟ هتروح. طب ما خلصتهاش وحصل مشاكل مش عارف ايه، طبيعي ان ممكن يوم تقلش، يوم عندها ديدلاين، يوم عندنا ريبورت لازم يتقدم. ده اكسبشنال كيسز، مش كل يوم، مش كل يوم عندنا ديدلاين، مش كل يوم عندنا ريبورت. فلازم تقنع الناس اللي معاك ان في شغل 8 ساعات وانا هخلص شغل في 8 ساعات بما يرضي الله. يعني ايه؟ يعني مش تروح ساعه فطار وساعه على الفيسبوك وساعه قاعد في الكيتشن او في المطبخ بتسمع بتتكلم مع الاخوه والاخوات وماتش امبارح وعبد الله السعيد راح بيراميدز وكل الحاجات الظريفه دي. ما هو طبيعي ان مديرك هيقفش وهيقول لك ما انت قاعد نص اليوم ايه بتضربه في الـ في الـ في, الـ في الولا حاجه. فانت ركز في شغلك، خلص شغلك في ميعادك وهتلاقي نفسك اوريدي بتخلص في ميعادك. حاول تروح بدري وتخلص بدري، عشان لما تخلص بدري لسه باقي على لسه بدري على اليوم، لسه بدري على اليوم معناها ان انت عندك فرصه تقعد مع اسرتك، مع مراتك وعيالك لو انت متجوز وعندك عيال، او مع ابوك وامك لو انت قاعد مع ابوك وامك، او تروح الجيم، تقرا كتاب، تلعب كوره، تلعب شطرنج، تذاكر. ف من 8 ل 5 شغل، من 5 ل 8 او ل 9 بالليل، انت بتتكلم مثلا في 4 ساعات. انت بتذاكر كل يوم؟ ما اظنش، ما اظنش ان في حد بيذاكر كل يوم. طب ما تقسمها، انت ممكن يوم تذاكر، يوم تروح الجيم، يوم تلعب كوره، يوم تلعب شطرنج. تمام. يعني الفكره ان انت تخلي عندك جدول. وعايز اقول لك الموضوع ده انا نفسي بعاني فيه. يعني مش هقول لك مثلا انا مثلا يعني البرنسات في المواعيد او في الجداول، لا ساعات بعمل جداول وساعات في حاجات بتنجح وفي حاجات بتقلش. ما فيش حاجة اسمها الكلام ده مش في مصر، مع احترامي ما فيش حاجة اسمها الكلام ده مش في مصر. الكلام ده حضرتك اللي بتعمله درايف. يعني بتعمله درايف، يعني انت اللي بتقوده. انت في مصر بيحكمك عدد ساعات شغل حتى لو تخلص فيهم 5 شغل 5 ايام. لا، انت عندك شغل من كذا لكذا وعندك تارجت. انت لازم تتكلم مع الناس اللي شغالين معاك. يعني لو مديرك حاطط تارجت انك تخلص دي النهارده ودي تاخد 3 ايام وهو عايزها النهارده، يبقى الراجل بيستهبل. وانت لو ما اتكلمتش يبقى ما تشتكيش. ما هو يا جماعه باللوجيك، يعني انت لو اتفقت مع الراجل ان الموضوع ده بياخد يوم، يبقى انت اللي متفق انه هياخد يوم. لكن لو هي حاجه بتاخد 3 ايام وانت قلت له وهو قال لك لا تاخد يوم، وانت قلت له تمام يا ريس، حاضر يا ريس، هتبقى يوم. انت يعني ايه؟ انت اللي بتلبس نفسك. فما تقعدش تقول اصل ما ينفعش، اصل احنا في السعوديه الكفيل هيقفش، اصل احنا في مصر مش عارف مين هيقفش. انت اللي بتقفش على نفسك. تمام، مش محدش بيقفش عليك. استاذ محمد يوسف بيحاول يخش معانا تاني في اللايف، نحاول ندخله. استاذ محمد يوسف لسه مفيش اد وعندك لسه نفس المشكله، فللاسف استاذ محمد يوسف يعني هضطر ان انا اقول لك صعب تخش. طيب
الناس جالي كذا سؤال كده في اللايف وانا واخد بالي، الناس اللي شغاله دوامين، يعني الناس كلمه طبعا دوامين دي كلمه خليجي صرف يعني، فالناس اللي قاعده في الخليج عارفه الموضوع ده. الناس اللي شغاله الصبح وشغاله بالليل، الناس اللي شغاله دوامين ستيل برضو بيشتغلوا 8 ساعات، بس الفكره ان انت بدل ما بتاخد بريك ساعه تاخد بريك 4 ساعات، فانت عندك في النص في برهه في النص، في في وقت في النص. الوقت اللي في النص ده هو نفس الوقت اللي في الاخر، بس هو بقى في نص اليوم، تمام؟ فيعني اللي هتعمله بعد الشغل ممكن تعمله في نص الشغل ما بين الدوامين. يعني انت مثلا شغال من 8 ل 12 او من 9 ل 1، وبعد كده بتأجز من 1 او مش بتأجز بتريح، تمام؟ بتريح مثلا من 1 ل 4، وبعد كده تشتغل تاني من 4 ل 7 او 4 ل 8 او whatever. الفتره اللي في النص دي هي دي الفتره اللي انت ممكن تروح فيها الجيم، ممكن تذاكر فيها، ممكن تقعد فيها مع اسرتك، تروح تتغدى مع عيالك وتقعد مع قشطه. يعني يعني موضوع حجه الدوامين اللي في الخليج اللي هو الدوام صباحي والدوام مسائي، انا شايفها مش حجه مقنعه قوي، ان ستيل في الاخر عدد نفس عدد ساعات العمل هي في اليوم. الفكره ان هو في اليوم بيقص لك او بيخلي لك فتره الراحه طويله في نص اليوم. طب ما شوف الحاجات بتاعتك، مذاكرتك، اهتماماتك، هواياتك، حاول تخليها في نص اليوم. وفي نفس الوقت برضو يعني كل واحد برضو حسب ظروفه، تمام؟ ما هو في واحد مثلا ممكن يوم يروح انه يروح يجيب عياله من المدارس، طب انا خلاص هنعمل له ايه؟ تمام؟ فيعني في كل واحد حسب ظروفه. فانا بقول لك يعني تاني، انا مش بديك الكبسوله السحريه ان اللي هتعمل بيها كل حاجه وهتحل بيها كل مشاكل تنظيم الوقت. انا بقول لك الحاجات اللي انت المفروض تفكر فيها او تحطها في اعتبارك وانت بتنظم وقتك. يعني الناس كلها انا شايف هو اللايف، تمام؟ شايف الكومنتات كل الناس، الكلام ده مش في مصر، الكلام ده مش في السعوديه، الكلام ده مش عارف ايه. انا لو قلت لهم 8 ساعات بس شغل هيرفضوني. يبقى انت هل انت ترتضي لنفسك انك تكون عبد؟ يعني ما دي اسمها عبوديه، تمام؟ معلش باحترامي يعني ما حدش يزعل مني، تمام؟ دي اسمها عبوديه. يعني انا شخصيا كنت بعاني في الموضوع ده زمان، تمام؟ لحد مرحله معينه من عمري. وبرده الكلام ده بيفرق مع الاوبجكتيف، يعني برده ستيل برده يعني تاني الموضوع كله باكج. يعني برده وانت في اول مرحلتك العمريه لسه متخرج اول امبارح ولسه بادئ شغل، لسه متخرج اول امبارح ولسه بادئ شغل، طبيعي ان انت عايز تثبت نفسك، عايز تثبت نفسك في الشغل، عايز تتعلم. فممكن لسه ما عندكش ال الفلكسبيليتي بتاعت الناس التانية، او ما عندكش المسؤوليات بتاعت ناس تانية. واحد لسه متخرج اول امبارح، ولا في اسره ولا في بتاعه ولا في بتنجان، ولسه سنجل كده وزي الفل والدنيا زي الفل معاه، طبيعي انه ممكن يستثمر وقت اكتر شويه في الشغل. بس ايه؟ يبقى هو اللي عايز. يعني لو حد عايز يقعد زياده في الشغل اقعد، بس ما تقعدش تعيط. يعني كان في واحد معايا مثلا اعرفه زميل ليا زمان، هو حابب الموضوع ده، هو حابب يقعد في المكتب، هو عايز يشتغل زياده ومش بيشتكي. يعني هو الشاب الله يمسيه بالخير كان شاب محترم قوي، ما كانش بيشتكي، هو اللي عايز كده. ليه؟ عشان هو عايز يتعلم حاجه، هو لسه متخرج وعايز يتعلم، فعايز يقعد. ما عندوش، ما كانش متجوز ساعتها، ما كانش عنده اسره، فهو عايز يقعد. لو انت عايز تعمل كده اعمل كده. يبقى انت اللي بتنظم وقتك بنفسك، انت اللي عايز تقول انا عايز اقعد زياده في الشغل الفتره دي في حياتي اللي انا لسه متخرج مثلا او لسه جديد عشان اتعلم، عشان ما عنديش مسؤوليات. لكن ما تقعدش تعيط وانت اللي حاطط نفسك في الموضوع ده. وزي ما واحد من الشباب احمد محمد بيقول، لو 8 ساعات شغل بجد وضمير هتخلص شغلك ومش هيبقى عندك مشكله. انا شايف رايي من راي احمد محمد، اللي هو 8 ساعات شغل اديهم بما يرضي الله، 8 ساعات شغل هتخلص شغلك. ما تقنعنيش ان في 8 ساعات مش هتخلص. ومعلش الكومنتات الظريفه بتاعت
اصل الغرب غير الشرق، اصل انت قاعد في اللالا لاند واحنا قاعدين في مش عارف ايه. لا انا قبل ما اقعد في اللالا لاند انا كنت قاعد معاكم في اللي مش لالا لاند. فانا بتكلم برضو من وجهة نظر ناس قاعده في الميدل ايست، فانا بتكلم من وجهة نفس من نفس وجهة النظر. وحتى يا سيدي لو انا قاعد في اللالا لاند، طب ما نحاول نحسن اللي مش لالا لاند. يعني مش معنى ان في حاجه غلط ان احنا بنقول عشان احنا قاعدين في مصر والشرق الاوسط فاحنا عارفين ان هي غلط، بس عشان احنا قاعدين في الشرق الاوسط يبقى نقبل بيها. لا، حاجه غلط انت عارف ان هي غلط، طب ما تحاول تصلحها. ايوه انا كنت قاعد هنا وعارف، عشان عارف الفرق. بقول ان انت اللي ممكن تغير الوضع بنفسك. طيب المذاكرة تشتغل بالأوبجكتيف. المذاكرة تشتغل بالأوبجكتيف، بمعنى حضرتك عندك كذا أوبشن، والكذا أوبشن دول بيبقوا حسب الستايل بتاعك. يعني ايه؟ في ناس ما بتعرفش تذاكر الصبح، فكرة ان هي تقوم بدري بعد الفجر تقعد تذاكر ساعتين مثلا او 3 ساعات لحد وقت الشغل وتروح الشغل، دي فكرة فاشلة بالنسبة لها. ما بيعرفوش يقوموا بدري، بس بيعرفوا يذاكروا بالليل. يعني ممكن يجي يخلص شغل ويقعد مع العيال ويلعب له ماتش على الاكس بوكس، يلعب ماتش فيفا على الاكس بوكس والناس كلها تبقى سعيدة، والساعة 10 بالليل كده والعيال دخلوا يناموا والناس كلها دخلت تنام، تلاقيه ضرب له ساعتين ثلاثة مذاكرة فيهم الشفا. وفي واحد العكس، يقوم الساعة 4:30 5 يقعد يذاكر لحد الساعة 8 الصبح. من الآخر، سواء أنت بتذاكر الصبح أو بتذاكر بالليل، حاول تحط لنفسك عدد ساعات معين في اليوم للمذاكرة، وأنت بتحطهم لنفسك. صبح بقى، بالليل، ما بين الدوامين لو انت شغال في السعودية وعندك دوام صباحي ودوام مسائي تشتغل تذاكر في النص، تحاول تحط لنفسك تارجت كل يوم انا هذاكر الساعتين دول. وفي الويك اند انت المفروض يعني ان انت عندك وقت طويل شوية، تمام، ان انت عندك يومين اجازة. وطبعا الناس هتقول لي ما احنا بنشتغل في الويك اند. يعني انا اصلا بتكلم معاكو في 8 ساعات شغل، فانت لو عايز تشتغل في الويك اند يبقى احنا بنتكلم بقى ايه في ليفل تاني خالص بقى، تمام. يعني احنا كده بنتكلم في عالمين مختلفين، تمام. فانت في الويك اند الفترة الصباحية الظريفة اللي ميتة اللي مفيش اي حاجة بتتعمل فيها، حاول تستغلها في المذاكرة. انت اوريدي، خصوصا الناس الشغالة، يعني الناس اللي بتشتغل غالبا في الويك اند برضه بيصحوا بدري. يعني انت كل يوم بتعود تصحى الساعه 7 الصبح، في الويك اند غالبا هتصحى 7 الصبح برضه، تمام. فبدل ما تصحى 7 الصبح وتقعد كده تلف حوالين نفسك مش لاقي حاجه تعملها، وتقعد كده ايه تحور على نفسك وتقعد مش لاقي حاجه تعملها، لا، اعتبر نفسك في شغل، بس اعتبر نفسك نص يوم شغل. بدل ما هم 8 ساعات شغل وفي ساعه مواصلات رايح وساعه مواصلات راجع، خليهم يا سيدي 5 ساعات مذاكره وباقي اليوم فري، اضربه. يبقى الويك اند انت نفسك هتحس بانجاز. ازاي هتحس بالانجاز؟ ان انت هتذاكر السبت الصبح او الحد الصبح اللي هو الويك اند، اللي هو في مصر مثلا او السعوديه دلوقتي بقى جمعه وسبت، تمام. تذاكر قبل الصلاه، الصلاه مثلا الساعه 12، تقوم الساعه 8 تقعد تذاكر من 8 لصلاه الجمعه، تصلي الجمعة وزي الفل، بقيت اليوم ايه فري. يبقى انت ذاكرت الصبح، ارضيت ضميرك وارضيت غرورك وكملت اليوم زي الفل والناس كلها سعيدة. نفس الفكرة يوم السبت، تقوم الصبح 8 الصبح تقعد تذاكر لحد الساعة 12، من الساعة 12 تقعد بقى تعمل اللي انت عايزه. يبقى في وقت اهو، يبقى الموضوع في وقت. طيب، ما تخليش الدنيا عبارة عن شغل ومذاكرة وانا بذاكر عشان اخد الشهادة عشان اترقى في الشغل.
الموضوع ما بيمشيش كده، الموضوع ما بيمشيش كده. الحياة ما فيها، الحياة فيها حاجات تانية كتير غير الشغل وغير الشهادات اللي انت حتى قريتك حتى بتذاكر عشان الاستفادة الشخصية لنفسك. ده في ناس بتذاكر عشان تقول لك انا هذاكر عشان عايز اترقى، ما يقولكش انا عايز اذاكر عشان استفيد او عشان اطور من نفسي او عشان اطور من فكري، لا هو عايز يذاكر عشان ينجح عشان الشهادة دي ايه يعرف يترقى بيها او يعرف ياخد فلوس اكتر بيها. طب يعني هل الحياة بقت كده خلاص؟ يعني هل انت شايف ان الدنيا بقت شغل وتذاكر حاجة عشان الشغل؟ ده يعني حرام يعني، فاهمني؟ فلازم تدخل في النص عنصر المرح والفرح والهوايات الشخصية، وكل واحد حسب مرحه وفرحه، تمام؟ يعني في ناس مرحها وفرحها كده، وفي ناس فرحها وفرحها كده تانية، تمام؟ فماليش دعوة بطبيعة المرح والفرح، أنا ليا دعوة إن حضرتك تدخل عنصر المرح والفرح، تمام؟ سواء بقى الديفينيشن بتاعك للمرح والفرح ده إيه، أنت حر، تمام؟ بس تدخله وسط اليوم. هتدخله إزاي وسط اليوم؟ إنك تحط فترة معينة أو عدد ساعات معين للحاجة دي، سواء مثلا هتلعب كورة، هتروح نايت كلاب لو انت بتوع النايت كلاب، هتروح درس دين، هتروح تعمل اللي انت عايزه، بس يبقى انت عندك في الاسبوع في منفذ ليك، في متنفس انك تعمل كده، في حاجة بتعملها. طيب نحاول اخر محاولة استاذ محمد يوسف قبل ما نقفل. استاذ محمد يوسف اهلا وسهلا. انا كنت هحجز واجي لك. انت صوتك فيه لاج والدنيا يعني، بص ايه ده، انا حتى حطيت الفي بي ان انه يبقى في استراليا، يعني قلت اقرب حاجه ليك. انت قاعد جنبي بقى، طيب بلاش بقى ايه، بلاش قلش عشان الناس كده يعني تيجي تتخنق، تمام؟ طيب طيب السلام عليكم مبدئيا، ايه الاخبار؟ مبدئيا انت سمعت كل الكلام اللي بيتقال قبل كده؟ كنت سامع وكنت متابع. يعني طبعا كلام زي الفل عمرو، بس انا عندي تعليق صغير كده. الفكره كلها انه اليوم فيه 24 ساعه، لا انا ولا انت ولا اي حد من الدنيا دي كلها هيقدر يا يزودهم ولا يقللهم. اوكي، الفكره كلها ان انت تو تشينج المايند سيت، تغير عقليتك انت بحيث ازاي تقدر تدير وقتك. اوكي، انا لما بصحى الصبح، انا طب انا عايز اعمل ايه في يومي، عايز اخلص ايه في يومي، ايه اللي انا عايزه من يومي، ايه التاسكس اللي ورايا. فهي الفكره كلها ان انا اغير دماغي. انا شايف في الكومنتات ناس كتير جدا بتتكلم ان انا عندي شغل كمان ساعه، عندي نازل اشتغل يوم جمعه. احنا هنا ما بنتكلمش انت اللي حاطط نفسك في الموضوع ده، احنا ما بنتكلمش امتى تشتغل ولا امتى ما تشتغلش. خلاص انت عندك تاسك معين، عندك النهارده تخلص، واتزنقت في الوقت يبقى تخلص النهارده. بس من ناحيه تانية، هل انت نازل تخلص النهارده عشان انت ما عرفتش تخلص قبل كده؟ هنا المشكله. انا لما يبقى انا عندي تاسك لازم اخلصه في وقت معين، ما هي الموضوع عامل زي التورته، صح ولا لا؟ انا قسمتها ازاي هقدر ان انا اخد منها وادي للي عايز، وانا اخد والناس اللي كنت عامل حسابها تاخد، فهو الموضوع كله تورته في الاخر. قسمته صح حجني الثمار صح، كله هيتبسط. صحيح. لو قسمت التورته صح كله هياكل وكله هيبقى مرضي والدنيا زي الفل. وانا هبقى مرضي واحد جه واتجاح عليك وقال لك انا هاخد نص التورته وهتلات ارباع التورته، وانت خضعت ليه ان ده صاحب الشغل او ده الكفيل او ده مش عارف ايه، اشرب انت بقى، حر بس ما تعيطش. اشرب بقى، ما هي كده، انت حر. هي التورته بتاعتك. هتعرف ازاي تقسمها، هتلاقي نفسك مبسوط ومستريح وبتخلص الشغل على الوقت والدنيا بقت تمام معاك. طب ازاي بقى اعمل التايم مانجمنت ده؟
قول لي ما اكتر. الفكره برضو مرتبط برضو هقول لك على حاجه يا محمد، الاوبجيكتيف يعني زي ما قلت من شويه، في ناس، في واحد لسه فاتح بيزنس جديد مثلا، واحد فاتح البيزنس بتاعه عنده، مش شغال موظف، هو فاتح البيزنس بتاعه، هو الراجل بالنسبه له متعته انه يقعد في البيزنس بتاعه، هو حابب كده خلاص، هو حابب حاجه زي كده، بس ما حدش بيجبره على كده. انا مشكلتي مع الناس اللي بتتكلم على الاجبار، يعني انت لو عايز تقعد 24 ساعه في الشغل انا ما عنديش مشكله، جو اهيد، بس يبقى انت اللي عايز كده، ما تقوليش انا هقعد 24 ساعه في الشغل عشان انا مجبر على كده، انا مش عارف اقرا كتاب عشان انا في الشغل، انا مش عارف اخش الحمام عشان انا في الشغل، انا مش عارف اشوف عيالي عشان انا في الشغل، ما انت اللي مختار. هي خلاص دي ده كده، مشكلتي مع الناس. ده كده ما بيعملش تايم مانجمنت، ده بيبوظ التايم بتاع يومه. يعني ده الفكره كلها، ان هو مش قادر ان هو يعمل تايم مانجمنت، ومش قادر يلاقي وقت لعياله، مش قادر يلاقي وقت لعيلته، مش قادر يلاقي وقت لنفسه. فهي دي كلها مشكله. طب انا ازاي اخلص كل ده على الوقت؟ يعني ازاي اقدر ان انا ابتدي يومي صح؟ تعالى النهارده، النهارده في معظم دول الميدل ايست ومصر وبتاع، النهارده ويك اند، اوكي، وبكره في لبعض الناس برضو ويك اند، وما عدا قله قليله مثلا الناس بتشتغل، في ناس برضو بتشتغل بكره. طب امسك النهارده كده قبل ما انام، احط لنفسي تو دو ليست. كل التليفونات دلوقتي بقى فيها تو دو ليست، حتى لو انا في الشغل. يعني انا لو من الجزء اللي متعلق بشغلي، احنا يعني انا النهارده مثلا مش عايز اتكلم على الشغل خالص، انا ممكن التايم مانجمنت ده يبقى واحد مثلا ما بيشتغلش اصلا، واحد عنده بيزنس بتاعه، واحد في اجازه وعايز طالب يعمل تايم مانجمنت للاجازه، واحد طالب، واحد مش عارف ايه. يعني هتلاقي ان الوقت بيضيع منك وانت مش قادر تعمل له مانجمنت. انا لازم اغير عقليتي، لازم اشوف انا عايز ايه من اليوم عشان اقدر ان انا انجز فيه وانتج فيه. تعال نعمل تو دو ليست النهارده، من 8 ل 10 هعمل كذا، من 10 ونص، وانا قاصد اقول من 10 ونص، ادي نفسك بريك. يعني ما تاخدش الدنيا كلها قفش كده ورا بعض، هتلاقي نفسك في الاخر اخر اليوم بتترعش. يعني ما هتخلص حاجات كتير ومش هتلاقي ده، مش هتلاقي وقت ان انت تخلص فيه شغلك او اللي انت عايز تعمله. فحط لنفسك تو دو ليست، حط الجولز بتاعتك، شوف انت عايز ايه من الموضوع واعمله. حطينا طب الليست، ويعني لو انا غلطان صححني، يعني كوريكت مي اف ام رونج، يعني حطينا الليست، لا أنا متفق معك. حطينا الليست وقلنا هنعمل ايه، واسمها سمارت جول ليست. يعني نحاول ان احنا برضو نبقى اذكياء. يعني ما تقولش مثلا ان انا الصبح هروح مثلا اسكندريه اخلص شغل ساعتين واطلع على المنيا اكمل بقيه اليوم، مش هتلحق. يعني ما انت بتدمر نفسك. يعني فحاول تظبط الدنيا، وحاول تحط تو دو ليست بتاعتك مظبوطه، وبعد كده ابتدي من وقت لاخر اعمل اوديت لنفسك. يعني حطينا مثلا احنا حد واتنين، في حاجات حققتها، في حاجات ما حققتهاش. التلات كده اسيب نص ساعة ساعة اعمل اوديت انا لنفسي، حققت ايه وما حققتش ليه؟ طب حققت ليه وما حققتش ليه؟ ما كل ده برضو لازم احطه انا عشان اقدر اطلع المشكلة فين؟ ذا بيست اوت اوف ات. بالظبط، المشكلة فين؟ بالظبط، ايه أنا متفق رأيك؟ معاك 100%. بص أنا زي ما أنا متفق معاك في كل اللي قلته، تمام؟ وزي ما قلت أنا عندي مشكلة مع الناس اللي بتبقى مجبرة، مش اللي بتبقى هي اللي عايزة حاجة زي كده، زي ما أنا يعني إحنا كلنا بندور حوالين نفس الفلك، تمام؟ وحتة إن أنت تحط لنفسك تو دو ليست وتحط لنفسك وقت، انا شايف ان دي حاجه مهمه جدا، ان انت تحط لنفسك الصبح كده تو دو ليست، انا هخلص 1 2 3 4، تمام، ودي هتاخد ساعتين، دي هتاخد 3 ساعات، دي هتاخد، وهكذا. وعلى فكره حاجه من الحاجات اللي بشوفها مثلا وبشوفها حتى مع الاجانب، يعني في ناس مثلا بتقول لي انت عشان قاعد مع الاجانب، ايوه طب لو في حاجه كويسه من الاجانب ناخدها، مش لازم ناخد كل حاجه وحشه يعني، تمام. 100%. تلاقي مثلا الساعه 5 والراجل مخلص وبيتكلم ان هو رايح الماتش، او رايح درس البيانو، او رايح درس الجيتار، مش اللي هو عشان امشي في معادي لازم يبقى انا او راح اودي اختي للدرس، او راح اودي بنتي للدكتور، او رايح امي مش عارف راح اجيب لها، راح اجيب لها امه، تمام، اي عذر اي فتي عشان تمشي في معادك، ده ايه الفجر ده؟ يعني لا انا ماشي في معادي عشان اخلص شغل النهارده، انا خلصت هتروح فين؟
مش لازم اروح حاجه وحشه، مش لازم اروح مشوار، انا رايح العب كوره، انا رايح انتخ، انا رايح العب اكس بوكس في البيت. يا سيدي اعمل انت عايزه، مش لازم فكره الخضوع والخنوع وفكره انا همشي في ميعادي النهارده الناس كلها هتبص لي فانا الوحيد الفاشل اللي ما اللي الناس كلها قاعده لحد 12 بالليل وانا الوحيد اللي قاعد في مكاني. في كلمة فكرتني بيها بمناسبة المواعيد دي. مرة في شركة من الشركات اشتغلت فيها كده، كان مدير انجليزي، فجينا برضو الساعة 5 الا ربع كده او الساعة 5، كنا بنخلص الساعة 6، بيقول لي ايه هتعمل ايه النهاردة؟ كان يوم اربعة، هما يوم اربعة عندهم بيبقوا عندهم يعني، هو كان عنده حاجة يعملها. فقلت له لا والله انا قاعد سهران شوية النهاردة عايز اخلص. قال لي يبقى انت مش شايف شغلك. قلت له بالظبط. ليه؟ انا اتصدمت. قلت له ليه؟ قال لي لانه انا طول عمري اعرف ان الموظف الشاطر هو اللي بيخلص شغله على الوقت. يعني انت الساعه 5 تيجي تروح مرتب انت مكتبك وصباح الفل وتمام التمام وانت خلصت، يبقى انت كنت شايف شغلك طول اليوم. انما كون ان انت تقعد في الشغل اكسترا اورز، اولا ما حدش هيدفع يبقى لك. انت كنت قاعد طول اليوم بتأنتخ او بالظبط، بتهيس. انت قاعد طول اليوم بتلعب. قلت له لا والله ده انا كنت قاعد ومش عارف ايه وخلصت وكذا 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 وكذا. قال لي يبقى كنت قاعد اليوم اللي قبله بتلعب. يبقى خلاص الموضوع ما عندوش يعني، ما في، هو ده الكونسبت، هو وهو ده الصح. انا ما خلصتش على الوقت في اليوم الفلاني، يبقى انا عشان ما كنتش شايف شغلي طول اليوم، which is the time management. يعني انا لازم اشوف ايه هو الموضوع. طيب في حاجه من ناحيه تانية برضو كنت عايز اتكلم فيها. في واحد يبقى حاطط التو دو ليست مظبوط جدا ومنظم وقته تمام التمام طبعا على الورق، ويجي هوب على الساعة 12 واحدة الظهر كده يلاقي اليوم بيبوظ منه تماما، ما خلصش ولا حاجة. طب ايه المشكلة؟ المشكلة ان الراجل ده ما بيشتغلش صح. اوكي، تخيل انت نفسك كده فاتح اكسل شيت وبتبتدي اكسل شيت مثلا، وعمال تجيبه يمين وشماله وشماله ويمينه ورايح جاي وهنا 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 وما بتخلصش. طب انا ما بخلصش ليه؟ لان انا I'm not working smart، انا ما بشتغلش بذكاء، ما بخلصش. في دايما قاعده كده عند الناس بتاعت السيلز، ما اعرفش تعرفها ولا لا، اللي هي ال 80 20 رول. اوكي، اللي هو انه 80% من السيلز او من الاوت كم بيجي من 20% of the customers، من الـ العملاء بس 20%. يبقى الراجل ده بيشتغل صح، الراجل ده بيتارجت ال فوكس 20% من الناس اللي هي هتجيب له ال 80% خلال كل التارجت بتاعه. طب انا كده، انا كده باشا. يعني انا لما بفوكس على 20% من 80%، ده انا كده مش بنجز، ده انا كده بخلص، ده انا هخلص قبل الوقت كمان وقبل التارجت وقبل كل حاجة. فاهم؟ بص يا محمد، فهي دي. انت كل كلامك، كل كلامك انا اتفق مع كل كلامك، وانا برضو حابب يعني اوضح للناس ان احنا مش بنقول حلول سحريه، انا بقولها للمره الثالثه. انا عايز حضرتك تغير المايند سيت بتاعتك، انا صحيح. عايزك تفكر بعقلك، بلاش الحاجات المسلمات، بلاش هذا ما وجدنا عليه اباؤنا. الناس الشغل يعني الشغل ان الشغل يمتلكك. يعني في واحد من الشباب كاتب ان لما بتروح البيت بيكلموك، الشغل بيكلمك في البيت. انا كنت كده زمان، مش يعني تاني انا بقول الكلام ده، انا ممكن اكون كنت زمان بعمل غلطات، وده طبيعي ان احنا كلنا بنغلط. ولما تلاقي غلطات وتلاقي حد تاني بيعمل حاجه صح وتشوف كده تنبهر بيه، ايه ده هو بيعمل كده ازاي، تتعلم منه وبعد كده تنقل خبرتك وهكذا. يعني انا مثلا زمان مثلا في اول، وبرضه هنرجع تاني مرحله المرحله العمريه، انا مثلا اول الكارير بتاعي مثلا، لا كنت عادي الناس ممكن تكلمني، الناس اللي في الشغل ممكن تكلمني بعد وقت العمل ونشتغل عادي والدنيا زي الفل، ابقى قاعد في البيت قاعد مع امي او بعد ما اتجوزت قاعد مع مراتي والتليفون شغال وشغال من البيت. ده انت شغال من البيت بالليل. بصراحه لما بتشوف بقى امريكا والدول في امريكا بيسموها ايه، في اوروبا والدول المتقدمه، انت لو كلمت حد بعد اوقات العمل الرسميه حل الاثنين، يا في مصيبه يا انت بتستهبل. صحيح، يعني لو أنا حد كنت لسه كلمني هقول لك. بعد الساعه 5 هي يا اما في مصيبه الشركه بتولع، يا اما في يا اما راجل بيستهبل، ساعتها غالبا هشتمه وهقفل السكه في وشه حتى صح، لو كان اكبر راس. هم حل من اتنين. يعني انا دايما بشوفها كده، انه حل من اتنين، يا هتكلمني بعد الشغل او انا هكلم حد
بعد مواعيد العمل الرسميه، اول حاجه اول ما هيرد عليا هقول له انا اسف بس في امرجنسي، في حاله طارئه، في واحد اتنين تلاته، هبقى يعني مختصر المفيد وانجز وشكرا. انما لو واحد بالظبط. كلمني بقى هو قاعد في المكتب وفاتح بقى ومديها وانا مالي ويلا طب تعالى نشوف، انا اسف جدا معلش ممكن تكلمني بكره الصبح، بكره ان وحصلت شاء معايا الله. كتير، حصلت معايا طب كتير. الصبح بكره. كلمني بكره، بكره الصبح نبتدي نتفاهم في الموضوع بقى ونشتغل ونتكلم ونعمل، انا هبقى فاضي لك. انا ما دلوقتي انا مش فاضي لك، انا ممكن فعلا انا ممكن اغلط معاك في التليفون، انا ما يعني ممكن اقول لك على على حاجه فكره مش اقول لك حاجه مظبوطه. مهمه، لو انت شغال في مكان محترم، لو انت شغال في مكان محترم ومديرك كلمك الساعة 8 بالليل أو 7 بالليل وقال لك في حاجة عايزين نشتغلها، وأنت قلت له لا معلش عشان أنا عشان قاعد مع أصدقائي، مش لازم تبرر له، مش لازم تقول له أنا بقى أنا مش عارف جوز خالتي بيعمل عملية وأنا قاعد معاه في المستشفى، لا أنت ممكن انت تقول مش له أنا محتاج قاعد في تبرر. البيت ومش فاضي دلوقتي، تمام؟ عادي. وهو يعني عمل معاك مشكلة بسببها، لو هي شركة محترمة المدير ده بيتنفخ إن هو ليه صحيح. كلمك بعد وقت العمل. تاني، في فرق بين الاكسبشن، يعني مره مدير في استراليا، انا بتكلم في استراليا تمام، كان كلمني كانت الساعه كام؟ 8 ونص بالليل طبعا اتكلم، فانا قلت في مصيبه. طبعا اول ما اتكلم انا قلت في مصيبه، والراجل طبعا اعتذر كميه اعتذارات وهميه، وقال لي ان احنا كنا باعتين ايميل بره استراليا والميل حصل فيه مشكله، فالراجل كل اللي طلبه ان انا اخش على الايميل بتاعي من البيت ابعت الايميل تاني، بس ابعت الايميل بس اللي هو حاجه هتاخد 5 دقايق، وراجل يعني كميه اعتذارات وهميه. هل ما احقفش عليه واقول له لا انا في البيت؟ لا قشطه، يعني في حاجه اسمها كومن سنس، يعني الراجل طلب مني حاجه غالبا في 4 5 سنين شغل معاه طلبها مره واحده في حياته، وحاجه بتاخد 5 دقايق يا سيدي، حتى لو هتاخد ساعتين في 4 سنين يطلب مني شغل بعد اوقات العمل الرسميه هتاخد ساعتين في 4 سنين، انا شايف انه fair enough. وهذا الكلام استاذ علي، هذا الكلام مش مطبق بالدول العربيه، يتعمدون استغلال الموظف باي طريقه، حضرتك الموظف وحضرتك اللي بتقبل ان هم يستغلوك، مش هم، انت اللي بتقبل. هو الموضوع في الاول اوفر واكسبتنس، والله رمى بياضه بالظبط. مره التاني التالت لقاك تمام معاه بقى ورايح جاي 24 ساعه، هيدوس. طب ما يلا بينا يعني، ما يلا بينا. فيعني بالظبط. الموضوع لازم يبقى فيه مانجمنت، هو مانجمنت ده انا زي ما ابتديت كلامي، انا ال 24 ساعه مش هعرف اخليهم 24 ساعه ودقيقه، بس انا هقدر ان انا اعمل مانجمنت للموضوع، ازاي اقدر ان انا اخد احسن حاجه من اليوم من خلال حاجات كتير بقى، زي ما قلنا يعني 80 20 رول، في عندك ان انت تعمل تو دو ليست، كل الاجانب ماشيين بسكيدجول، يعني كل الناس ماشيه طب ثانيه، انا مره بكلم واحد بقول له هتيجي معايا الماتش، قال لي طب استنى اشوف كالندر الكالندر بتاعتي والسكيدجول بتاعي وايه ورايا وايه بتاع طبيعي. ماتش بعد شغل، يعني ما بنتكلمش في شغل اصلا، هو استنى اشوف. في استاذ عمر علي بيقول لك ايه الاشياء اللي بتضيع الوقت، كتير بقى كتير، بس لو انت استغلتها غلط او صح. يعني احنا دلوقتي فاتحين فيسبوك صح، يعني انا ممكن مره واحده اقول لك سوشيال ميديا مثلا، قاعد انت على الفيسبوك، بس انت بتستخدمه ازاي؟ هو انت استخدامك للحاجه، تاني برجع وبقول هو ده المانجمنت، ان انا بستخدم الحاجه ازاي وبوظفها لايه. انا ساعات مثلا ببقى مرات قاعد قدام التلفزيون بس بتفرج على مثلا ناشونال جيوغرافيك، او بتفرج على فيلم وثائقي، او بتفرج على اي حاجه عن الحرب العالميه الثانيه، عن مش عارف ايه، عن حقبه زمنيه معينه، بتعلم منها. قاعد بتفرج على التلفزيون بس بتعلم منها، فاهم؟ ساعات ببقى قاعد مثلا ام ريلاكسنج دلوقتي، ام تشيلينج اوت، مريح ومش عارف ايه وبتاع، بس بقرا كتاب، بس مثلا فاتح الفيسبوك بس بقرا حاجه مثلا معينه. ف مفيش حاجة في المطلق كده بتضيع الوقت، الوقت بيضيع لو انت ما بتستفادش، لو انت مش قادر تديره بالوقت او بالشكل اللي انت عايز تديره بيه. ايه رأيك يا عمرو؟ طيب انا احنا كده بقى لنا ساعه الا 10 دقائق في اللايف عشان الناس برضو ما تزهقش، واحنا اوريدي يعني ايه قتلنا الموضوع بحثا، فانا شايف ان احنا لو انت عايز تضيف حاجه، انا بس يعني عشان في كومنتات طالعه كده، يعني في كومنتات كده بتجري ورا بعض اللي هو ما فيش شغل وده طبيعي، واحنا
واحنا هنرضى بالاستغلال واحنا مبسوطين، قشطه انت مبسوط والدنيا مبسوطه معاك وانت مبسوط كده وانت اللي راضي، قشطه يعني خلاص انا ما ما عنديش بالظبط. مشكله تبقى انت راضي. لا ثانية انت واحدة، لو راضي خلاص، لو انت راضي ولاقي له وقت ولاقي له ودنيتك زي الفل، يعني هو انت انت بالعكس، راضي وهو راضي اه بالعكس مش انت عارف احسن مين واحد فينا، انت اكتر واحد بتعمل تايم مانجمنت، انت تمام بالظبط، لو انت انت عايز تديله اهدافك التورته كلها، انت عطيته براحتك التورته براحتك بالعلبه. براحتك، لو هو عامل تايم مانجمنت ممتاز والراجل بيلاقي وقت ويخرج ويتفسح وبيقعد في الشغل بال 15 و16 ساعة، شابوه برافو عليك بالظبط. برافو طيب عليك. عايز تضيف حاجه قبل ما نقفل؟ أنا تمام، لو عايز تاخد أسئلة، لو حد عايز يسأل، لو حد عايز يعمل، طيب ممكن ناخد 5 دقايق اسئله قبل ما، بحيث ان احنا نقفل في خلال 5 دقايق عشان نعمل تايم مانجمنت بس. مظبوط. بالظبط اه، عشان الساعه داخله عندي على 12 بالليل الله بتوقيت سيدني، عليك والنهارده الله سجلت عليك، محاضره CIA، فاللي هو انا اصلا يعني جبت جايزه النهارده. اعمل ايه لو مديري اثناء عملي بيطلب مني اشياء طارئه غير شغلي روتيني، فاضطر اشتغل فيها واسيب شغلي روتيني فاتاخر، وبعدها يتسالني عن عملي الروتيني ده ايه؟ محمد يوسف، الاعمال الطارئه الغير روتينيه بتحطها في الجدول، فانت لما تتكلم مع مديرك يقول لك انت لازم تعملي الموضوع ده دلوقتي وتسيب اللي في ايدك، بتقول له حاضر هسيب اللي في ايدي واعمل ده دلوقتي، بس اللي في ايدي ده بدل ما كان هيخلص بكره هيخلص بعد بكره. ببساطه يعني حط لنفسك الجولز. صالح البكلي، هو الواحد يعمل ايه في الزهق بحيث انه مش عايز يعمل اي حاجه لو اتخنقت؟ انا مش فاهم سؤالك يا صالح. الواحد يعمل ايه في الزهق بحيث انه مش عايز اعمل اي حاجه لو اتخنقت من حاجه بتاثر عليا في حاجات تانية؟ بص انا مش عارف هل الزهق في الشغل طبيعي. بص برضو يعني خلينا نبقى، خلينا نتكلم كفنيين على راي كابتن فاروق جعفر، تمام؟ مش معنى ان انت هتقضي 8 ساعات شغل ستريت معناها ان انت البرودكتيفيتي بتاعتك كل يوم هتبقى ايه هي. برضو خلينا نتكلم بمنطقيه، يعني انت في يوم بتحس ان انت كنت تنين مجنح عملت حاجات في الشغل خرافيه، وفي يوم بتحس ان انت البرودكتيفيتي بتاعتك فيه قليله، ده طبيعي، ده طبيعي في الشغل. فيعني محمد فصل من عندنا اصلا، محمد يوسف فصل، فأنا هكمل الأسئلة وأقفل على كده. محمود نبيل، أنا طبعا أنا شغال 10 ساعات يوميا، وأنا شغال 10 ساعات دلوقتي مش كل الوقت شغال. أنت محمود عندك فرصة إن أنت تذاكر في وقت الشغل، أو شغلك بيسمح لك بحاجة زي كده؟ تاني احمد ابو مسلم، موضوع مهم جدا 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 جدا، انا شخصيا كنت يعني بعاني فيه، حتة بعد الرجوع من الشغل الواحد بيبقى جاب اخره زهقان ومش قادر يذاكر اي حاجة. بص يا احمد، انا كنت بعمل ايه ايام ما كنت بذاكر؟ ان انا السي بي اي خدتها وانا قبل ما اشتغل، السي بي اي خدتها وانا لسه متخرج، بس الباقي كله خدته وانا في الشغل. كنت باخد معايا الكتاب، اخلص شغل ما اروحش على البيت، اخلص شغل واروح اقعد في اي حته، تقعد في كافيه، تقعد على القهوه، تقعد على البحر، تقعد على الكورنيش، تقعد في اي حته، تمام؟ وتقعد تذاكر قبل ما تروح البيت، ان انت لو روحت البيت غالبا مش هتذاكر، ان الزهق مع الملل مع قاعد في البيت هتلاقي نفسك الدنيا ايه قلشت منك. لا ده انا كنت بعمل كده مثلا، يعني انت ممكن تكون عندك حل تاني حسب ما بتعرف تذاكر بره، بتعرف ما بتعرفش تذاكر بره، حسب انت وقدرتك. محمد يوسف، ازاي تنظم وقتك لدراسه سي ام اي تخلصها في 2019 وبتشتغل من 9 ل 7؟ الاجابه الطبيعيه اقدر اقول لك ما اعرفش. انا ما اعرفش ظروفك، ما اعرفش شغلك فين، ما اعرفش حياتك الاجتماعيه، ومش عايز اعرف. ان انا انت اللي لازم تعرف. انا زي ما قلت من شويه، انا بقول لك فكر وخلي يبقى عندك ادوات تعرف تنظم بيها وقتك، ما تسالنيش انظم لك وقتك ازاي. محمد السعداني، بالنسبه للناس المضطره للوضع اللي لازم تشتغل عدد ساعات كبير، ازاي تختار سوق عمل غير الواقع يعني بره الشرق الاوسط
مش عارف اقول لك بره الشرق الاوسط الموضوع مش سهل يعني، يعني احنا ما عندناش رفاهيه اختيار شغل بره الشرق الاوسط، وخلينا نتكلم في الموضوع ده. بس اللي اقدر اقول لك ان مش كل الشغل اللي في الشرق الاوسط بالطريقه دي. ان انا كنت شغال في الشرق الاوسط، اشتغلت في مصر واشتغلت في السعوديه يعني، وعارف الدنيا ماشيه ازاي. انا يعني مش متربي في حواري سيدني يعني، عادي انا مصري ومتربي في مصر وجامعه مصريه والدنيا زي الفل يعني، فاهمني؟ واشتغلت في مصر والسعوديه، فاني عارف الدنيا ازاي. ففكره ان الشغل كله كده، لا، في شغل كتير مش كده. في أي حاجة تانية؟ غالبا احنا كده خلصنا خلاص. طيب انا كده خلصت اللايف بتاعي وخلصت الأسئلة، وكان معانا الأستاذ محمد يوسف قعد معانا برهة من الوقت والنت عنده فصل. فيعني انا هقفل على كده النهاردة إن شاء الله، واشوفكم المرة اللي جاية في لايف جديد الجمعة القادمة في موضوع جديد لللايف اللي احنا مش لاقيين له اسم لحد دلوقتي. واشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.